إننا نطالب الدولة والقضاء بحل هذا الحزب المزعوم والموهوم، ونعتبره مصدر قلق وإرهاب. كما نطالب الدولة بوضع حد لتطاول هذا السفيه الذي يريد إشعال فتنة لا تبقي ولا تذهب. ويا مهاب، أقول لك الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها وأنت من أيقظها. من أقدم على مثل هذا الأمر وهو يدعي بأنه مقاومة، ويدعي بأنه سرايا؟ ترى هذه السرايا وهذه المقاومة بدأت التفجير في داخل الوطن، وهو يتبجح في كل مرة حتى طال لسانه، حتى طال كل شريف في هذا البلد. ونحن نقول أنت لم تتحمل لافتة عمل عقلاؤنا على إزالتها بعد سويعات، حرصا على العلاقة مع من تنتمي إليهم من آل معروف. وإذا بنا نجد لسانك كما قلت يطال كل شريف في هذا البلد، وحتى صارت كلمة لازمة على لسانك، نستطيع أن نجعلها على جبهتك.